السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نشرح فيه طريقة توحيد المقام، يعني بالفرنسية la réduction au même dénominateur. يعني لقال لك السؤال احسب مجموع عددين أو لا فرق عددين كسريين أو لا نسميهم أعداد جذرية في الثانية إعدادي فما فوق. إذن بالنسبة لتوحيد المقام للأعداد الكسرية سوف نشرحه في هذا الفيديو بطريقة بسيطة ونشرح كل ما يتعلق بتوحيد المقام. إذن كما قلنا بالنسبة لتوحيد المقام فهو يستعمل في عدة أشياء، يستعمل في توحيد المقام، قلنا بأنه يستعمل في عدة أشياء. يستعمل أولا في مقارنة عددين كسريين ليس لهما نفس المقام، يعني إذا كان ليس لديهما نفس المقام ونفس البسط فلمقارنة هذ العددين يجب يعني توحيد المقام. نستعمله كذلك إذا أردنا أن نحسب مجموع أو فرق عددين كسريين، كذلك نستعمل توحيد المقام. إذا توحيد المقام فهو أمر مهم جدا ويستعمل في عدة أشياء، لذلك سوف نتحدث عن توحيد المقام في هذا الفيديو ونفصل فيه وندرس الحالات الممكنة الموجودة. إذا بالنسبة لتوحيد المقام كما قلنا هناك حالتين معروفتين. الحالة الأولى مثلا إذا كان لدينا 2 على 5 مثلا زائد 3 على 15، هنا لكي نحسب مجموع هذين العددين أو فرقهما مثلا أو لمقارنة هذين العددين فيجب توحيد المقام. إذا كيف سوف نوحد مقام هذين العددين لحساب مجموع هذين العددين؟ إذا أول شيء يجب أن نلاحظه هو ننظر للعدد أو للمقام الأصغر. إذا العدد هنا 2 هو البسط و 5 هو المقام، إذا المقام هنا هو 5 ومقام العدد الثاني هو 15. إذا هل يوجد عدد نضربه في 5 ويعطينا 15؟ يعني هل 15 من مضاعفات 5؟ نعم، إذا ضربنا 5 في 3 تعطينا 15. إذا في هذه الحالة لتوحيد المقام فقط نضرب العدد الأول في 3. لماذا 3؟ كي يصبح لدينا نفس المقام الذي هو 15. إذا هذا ما يسمى توحيد المقام. إذا ماذا سنفعل؟ بالنسبة ل 2 على 5 كما قلنا نقول ما هو العدد الذي نضربه في 5 كي يعطينا 15؟ هو 3. إذا سوف نضرب المقام في 3 وكذلك البسط في 3. أما بالنسبة للعدد الثاني الذي هو 3 على 15 فلن نضربه في أي عدد. لماذا؟ لأنه عندما نضرب 5 في 3 سوف تعطينا 15، وهنا مقام هذا العدد الثاني هو 15. إذا 2 في 3 6، إذا أصبح لدينا نفس المقام. هذا ما يسمى بتوحيد المقام. إذا الآن أصبح لدينا نفس المقام، إذا سوف نحسب مجموع هذين العددين. عندما نجمع عددين لهما نفس المقام فقط نجمع البسطين ونحتفظ بنفس المقام. إذا نحتفظ ب 15 ونجمع 6 زائد 3 تساوي 9، إذا تعطينا 9 على 15. إذا ماذا فعلنا لتوحيد المقام في هذه الحالة؟ في هذه الحالة كما قلنا 15 من مضاعفات 5. كيف نعرف أن العدد من مضاعفات الآخر، أن مقام من مضاعفات المقام الآخر؟ نذهب للمقام الأصغر، نقول هل هناك عدد نضربه في هذا المقام الأصغر كي يعطينا المقام الأكبر. مثلا في هذه الحالة إذا ضربنا 5 في 3 يعطينا 15. إذا وجدنا هذا العدد الذي نضربه في المقام الصغير كي يعطينا المقام الكبير فقط نضرب بسط ومقام العدد الذي لديه بسط الذي لديه مقام أصغر مقام، لا نضرب العدد الثاني، نترك العدد الثاني كما هو، فقط نضرب العدد الذي لديه أصغر مقام، وأصغر مقام هنا هو 5. نضربه في 3، قلنا لماذا 3؟ لأن 5 في 3 يساوي 15 كي يصبح لدينا نفس المقام أو المقام الموحد هو 15. ثم نحسب 6 زائد 3 تعطينا 9 على 15. أما إذا أردنا أن نختزل هذا العدد 9 على 15 ماذا سنفعل؟ القاسم المشترك بين 9 و 15 هو 3، فقط نقسم هنا 9 على 3 ونقسم 15 على 3 تعطينا هنا 9 مقسم على 3 3 و 15 مقسم على 3 هي 5، إذا تعطينا في الأخير 3 على
خمسة. إذن هذه المرحلة من هنا إلى هنا هي اختزال، يعني سامبليفيكاسيون بالنسبة لمن يدرس بالفرنسية. إذن بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون بالفرنسية فنفس الدروس موجودة بالنسبة لمن يدرس بالعربية، فقط الاختلاف في يعني المصطلحات بالفرنسية والعربية. أنا قلت توحيد المقام و بيان ريدويغ أو ميم دينوميناتور. بالنسبة للاختزال هو سامبليفيكاسيون بالفرنسية. إذن هذا بالنسبة إذا كان لدينا يعني مقام مضاعف للآخر، نستعمل هذه الطريقة فقط، نضرب الذي لديه أصغر مقام. أما الحالة الثانية التي توجد لدينا فهي إذا كان لدينا مقامين بحيث يكون يعني ليس مضاعف. مثلا لو كانت لدينا هنا عوض 15، لو كانت لدينا على سبيل المثال هنا مثلا 6، هل يوجد عدد نضربه في 5 ويعطينا 6؟ ليس هناك عدد نضربه في 5 ويعطينا 6. إذن ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يجب أن نضرب بسط ومقام العدد الأول في مقام العدد الثاني، وبسط ومقام العدد الثاني في مقام العدد الأول. إذن نعيد كتابة نفس الأعداد، زائد إذن هنا 2 على 5. إذن كما لاحظتم فالمقام هو المهم، إذن ننظر للمقام لأننا نريد توحيد المقام. إذن العدد الأول الذي هو 2 على 5 سوف نضربه في مقام العدد الثاني الذي هو 6، إذن نضرب البسط والمقام في 6. أما العدد الثاني نضربه في مقام العدد الأول الذي هو 5، إذن نضرب البسط في 5 والمقام كذلك في 5. لماذا؟ لأننا إذا ضربنا 5 في 6 هي 30، و 6 في 5 كذلك 30، يصبح لدينا نفس المقام، 2 في 6 12، و 3 في 5 15، 15 زائد 12 تعطينا 27 على 27 على 30. إذن 27 على 30 يمكن أن نقسمها كذلك على 3 إذا أردنا أن نختزل. إذن ليس دائما 3 في الاختزال، يمكن لو كانت لدينا مثلا هنا 0 وهنا 5 سوف نقسم على 5 هو القاسم المشترك. لو كانت هنا مثلا 0 وهنا 20، 0 آخر نقسم على 10. إذن بماذا نعرف بأن العدد يقبل القسمة على 3؟ هناك فيديو آخر شرحت فيه طريقة معرفة يعني قابلية القسمة على عدة أعداد، سوف أعيد شرحها ببساطة. ولكن إذا أردت أن تفهم، إذا لم تفهم طريقة معرفة كيف تعرف أن العدد يقسم، مثلا هل العدد 27 يقبل القسمة على 3، نقول 2 زائد 7 تساوي 9، 9 من مضاعفة 3، إذن هذا العدد يقبل القسمة على 3، 3 زائد 0 3، إذن 3 من مضاعفة 3، إذن يقبل القسمة على 3، إذن سوف نقسم البسط على 3 والمقام على 3، 30 على 3 هي 10، و 27 على 3 تعطينا 9. إذن هذا اختزال 9 على 10 هو اختزال العدد 27 على 30. إذن ماذا قلنا؟ قلنا بأنه لدينا حالتين، الحالة الأولى يكون لدينا المقام الثاني مضاعف للمقام الأول، والحالة الثانية هي عندما لا يكون مضاعف. إذن إذا كان مضاعف قلنا بأننا نضرب الذي لديه مقام صغير فقط في أعداد كي يعطينا المقام الكبير. أما إذا لم يكن لدينا مضاعف مثل هذه الحالة فنضرب بسط ومقام العدد الأول في مقام العدد الثاني، وبسط ومقام العدد الثاني في مقام العدد الأول. إذن هذا هو توحيد المقام بكل سهولة. إذن هناك العديد من التلاميذ يعانون من هذا الدرس أو من هذه الفقرة من درس الأعداد الكسرية أو الأعداد الجذرية. إذن هذه الطريقة سهلة فقط، لدينا حالتين إما مضاعف أو غير مضاعف كما قلنا، وهذا كل شيء. إذن المشكل الذي يكون لدى التلاميذ هو أنهم لا يعرفون جدول الضرب. إذا لم تعرف جدول الضرب فسوف تجد مشاكل، يعني إذا لا تعرف أن تحسب 5 في 6 أو 6 في 5، أو لا تعرف هل العدد مضاعف للآخر، إذن في هذه الحالة يكون لديك مشكل في توحيد المقام. ولكن هذه الطريقة سهلة، فقط تضرب بسط ومقام العدد الأول في مقام العدد الثاني، وبسط ومقام العدد الثاني في مقام العدد الأول، وتعرف الجواب بكل سهولة.
إذا من لديه أي سؤال آخر حول أي درس كيفما كان فليطرحه في التعليق، ولا تنسوا أن تضعوا جيم للفيديو تشجيع لنا كي نشرح لكم أي درس لم تفهموه، وكذلك لا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم بالضغط على بارتاجي تحت الفيديو لكي تشاركوه مع أصدقائكم في مجموعة واتساب وفيسبوك وغيرها، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. ومرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب بروف غرناط، فقط من يريد أي فيديو أو أي درس فليكتب اسم الدرس متبوع ببروف غرناط وسوف يجده على اليوتيوب.